زور وعفية أخانا سكلاشي في سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة مع محمد البودالي. ألمانيا كطوي تاريخ أنجيلا ميركل الأسود إلى الأبد، والحكومة الجديدة ديالهم كتبدأ مرحلة أخرى غير مسبوقة مع المملكة المغربية، ولا عزاء الخونة اللي كانوا دايرين يديهم في يد النظام السابق وكيتحرشوا بالمغرب وبالرموز الوطنية ديالهم. الآن وزارة الخارجية الألمانية كتقدم اليد الممدودة للمغرب باش يفتح معاه صفحة جديدة من العلاقات والتعاون، وكتقول بصوت عالي: ها عرسي دي ربي، اش بينا وبينكم يا المغاربة؟ راه بغينا نجلسوا معاكم على طاولة النقاش ونعرفوا شنو هي الأسباب الحقيقية ديال هاد الأزمة بين البلدين ديالنا. بغينا نرجعوا كيف كنا من شحال هادي كانت عاونوا بيناتنا ونستفدوا من بعضنا البعض في إطار رابح رابح. ألمانيا الآن كتقول في المغرب ما لم يقوله مالك في الخمر. شكرت المغرب بزاف وقالت بأن الإصلاحات اللي تمات في عهد الملك محمد السادس كتستحق كل التحية والتنويه. قالت أيضا بأن مبادرة الحكم الذاتي اللي كيقدمها المغرب كحل واحد هي معاها، وقالت ما كنعرفوش البوليزاريو وما عمرنا نعترفوا بهم، وهذه والله سابقة في تاريخ العلاقات الألمانية المغربية. والله العظيم إلى شحال هذه كنت توقعت هذا الشيء، وقلت الخائن محمد حاجي اللي كان معني بالعلاقات دياله مع مخابرات ميركل بأن المغرب في حاجة إلى ألمانيا وبأن ألمانيا في حاجة إلى المغرب، وهاد الأزمة راها ما غاديش تطول وساعتك قريبة السي حاجي. ودابا هاد خونا راه أعلن على الانسحاب دياله وقال بأنه ما باقيش غادي يهضر على الملك وعلى الحموشي. إيوا هالخلعة طلقي مني، هادي بنات الشرفة السي، وشحال قدك منه يغنو كيف قالوا جدودنا الأولى. إذن كما قلت سابقا، ففي السياسة لا توجد عداوة دائمة ولا توجد أيضا صداقة دائمة، وعدو عدو صديقي. يا حاجب ربما الآن وصل الكلام ديالي ودخل معاه الصهد وعرف بأن داكشي اللي كان كيقولو على سيدنا الله ينصر وعلى السي عبد اللطيف الحموشي ما غاديش يجيب ليه إلا البلا. إيوا العقوبة الآن الخوان الآخرين زكريا المومني ودنيا الفيلالي والباقي من رباعة المرتزقة والخوانة والاسترزاقيين باسم الدفاع عن قضايا الشعب. واخا هما عايشين برا مفطحين مع ريوسهم شبعانين ولابسين مزيان، وكيقول لك السي كان دافعوا على الشعب المغربي والتانود. الله يمسخك والله ينزل عليك لعنه الله والملائكه ديالو. قولوا اخوتي معايا امين. نهايتكم يا خوانه هذا الوطن غادي تكون ان شاء الله بحال نهايه جميع الخوانه، وراكم عارفين كيفاش كان مصير ابو حماره وبن عرفه وافقير والاخرين اللي على بالي وعلى بالكم. ولكن اشنو قالت ألمانيا على المغرب وكيفاش هبطات كواريها الى درجه ولات كتطلب سله بالعنب مع المغرب؟ من هذه المستجدات يبدو بان كره الثلج التي اكرت صفو العلاقات بين المغرب وألمانيا في شهر مايو الماضي غادي تبدا في الدوبان، وبان الدفاع الدبلوماسي قريب من بعد تشكيل الحكومه الالمانيه الجديده في ظل قياده حزب الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي اول رد رسمي للحكومه الالمانيه من بعد انتخاب مستشار جديد خلفا للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قالت برلين بأنها مستعدة للجلوس مع المغرب من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الدبلوماسية وباش تشوف حلول نهائية لهذه المشاكل. بلاغ رسمي ديال وزارة الخارجية الألمانية قال بأن المملكة المغربية لا بد منها وهي شريك رئيسي وأساسي للاتحاد الأوروبي ولألمانيا في شمال أفريقيا، وقالوا بأن الرباط وبرلين عندهم علاقات دبلوماسية قوية من سنة 1956. خارجية برلين قالت أيضا بأن المغرب أطلق إصلاحات شاملة على مدى العقد الماضي، وزادت كتقول بأنه أي المغرب كيلعب دور رئيسي وأساسي في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة يعني في شمال أفريقيا، وقالت بأن هذا الشيء كيبان بشكل واضح وأكبر من خلال الالتزام الدبلوماسي دياله بعملية السلام في ليبيا الشقيقة. كذلك عبرت الخارجية الألمانية على الأسف الشديد ديالها لأن العلاقات الثنائية ما بين المغرب وألمانيا كتخيم عليها الأزمة منذ مارس من السنة الجارية، وقالت بأن هذه الأزمة القائمة أثرت بزاف على العديد من مجالات التعاون ما بين الرباط وبرلين، وكتضيف أيضا بأن ألمانيا هي حريصة الآن باش تجاوز كل سوء التفاهم والتوترات اللي وقعت، وكتأكد بأن هذا الشيء كيتطلب التواصل المبني على الشراكة والاحترام المتبادل. كذلك بينت الحكومة الألمانية على الرغبة ديالها في الجلوس مع الحكومة المغربية من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وقالت بأنه يمكن للدبلوماسيين ديالنا وديالكم إجراء بحال هذه المحادثات
لذلك فالدبلوماسية مطلوبة في هذا السياق، وبخصوص طبيعة الموقف من القضية الأولى ديال المملكة، أي قضية الصحراء المغربية. الحكومة الألمانية انفات نهائيا الدعم ديالها للطرح الجزائري في ملف الصحراء المغربية، وقالت بأن المغرب قام بجهود كبيرة وغير مسبوقة من أجل إنهاء هذا النزاع، وذلك من خلال تقديمه في سنة 2007 مساهمة مهمة كتمثل في مقترح الحكم الذاتي. وبخصوص التقرير العدائي اللي تم نسبه إلى المخابرات الألمانية، فالحكومة الألمانية الجديدة عبرت على الصدمة ديالها من الأخبار اللي كانت كتهضر على هذا التقرير المزعوم والمنسوب للمخابرات الألمانية، في حين أنه كيتعلق بتقرير للباحثة السويسرية إيزابيل فيرنفيليس، وشددت على أن هذه الأخبار خاطئة تماما وما عندها حتى شيء أساس من الصحة والواقع، خصوصا وأن العديد من المواقع الإخبارية الجادة قامت بتصحيح الخبر وبينت بأنه كاذب. وحول تقييم العلاقات بين الرباط وبرلين خلال مرحلة الأزمة التي تقارب السنة، أكدت الحكومة الألمانية بأن الموقف ديالها من المغرب ما تغيرش نهائيا، ووصفات المملكة بالشريك المهم والأساسي لألمانيا. كذلك وجهت الحكومة الألمانية الدعوة إلى نظيرتها المغربية من أجل طي الخلاف القائم نهائيا، وقالت في هذا الصدد: من وجهة نظر الحكومة الاتحادية فمن مصلحة كلا البلدين العودة مرة أخرى إلى العلاقة التقليدية الموسعة والجيدة. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، قالت الحكومة الألمانية الجديدة بأن بلادها كتدعم المغرب في مسار التحديث بشكل مستمر وبالتزام كبير وغير مسبوق، وذلك من خلال التعاون الإنمائي الثنائي. كذلك ركز التصريح الرسمي الألماني على لغة التعاون بدل لغة الخلاف واللي كانت سائدة من قبل، بحيث تطرق إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وألمانيا واللي دشنوها البلدين في صيف سنة 2020 واللي كتعلق بشراكة تعزيز الهيدروجين الأخضر. كذلك وفي نفس السياق، أكدت الحكومة الألمانية استعدادها لمواصلة التعاون لصالح الطرفين، وقدمت تعهدات لهذه الغاية في عام 2020 بحجم يقارب 1.2 مليار أورو. كذلك أوضحت الحكومة بأنه بسبب تعليق الاتصال من قبل الحكومة المغربية لم يكن التخطيط لمشاريع جديدة لعام 2021 ممكنا، كما لا يمكن تقديم التزامات جديدة. إننا نتأسف لأن التعاون في القطاعات الرئيسية توقف في العام الماضي كما تقول الحكومة الألمانية. وزادت الخارجية كتقول بأن هناك علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة بين المغرب وألمانيا، وعطت الدليل باحتلال برلين المرتبة السابعة في الميزان التجاري المغربي، وهي السنة التي شهدت كذلك استيراد الشريك الأوروبي لبضائع من المغرب واللي القيمة ديالها وصلت ل 1.4 مليار أورو، وتصديره أيضا لأخرى بقيمة 2.2 مليار أورو، فضلا عن إنشاء ما يقارب 300 شركة برأس مال ألماني في المغرب ولا سيما في مدينتي الدار البيضاء وطنجة. كما أشارت الوزارة إلى أن المغرب هو مقصد سياحي شهير، حيث شكل الألمان حوالي 6% من السياح الأجانب عام 2019، واعتبرت بأن برلين كتدعم المغرب في مسار التحديد دياله، وهي واحدة من أكبر المانحين مع التزام إجمالي يقارب 1.2 مليار يورو في عام 2020. المغرب سبق لي أعلن شهر مارس الماضي تعليق كل اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع أيضا كل المؤسسات الألمانية التابعة لها، قبل أن يعود شهر مايو الماضي بخطوات أخرى أكثر تصعيدا واللي تمثلت في استدعاء السفير المغربي في برلين من أجل التشاور. ويرجع سبب التوتر حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية إلى اتخاذ ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي والذي اعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترامب بكامل سيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره إلى حد الآن من طرف ألمانيا. لكن رد برلين على قرار المغرب لم يتأخر طويلا، إذ أوضحت الخارجية الألمانية من جانبها بأنها فوجئت بهذه الخطوة، مضيفة بأنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا وأن الاتهامات التي وجهها المغرب كانت محيرة، مضيفة: لقد فوجئنا بهذا الإجراء لأننا نبذل جهودا بناءة مع الجانب المغربي لحل هذه الأزمة. وأكدت أيضا بأنها طلبت توضيح من المملكة المغربية ولكنها ما توصلتش بالجواب.
كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.